قد ايه مجتمعات الحرب تضررت مش بس بوقت الحرب ولكن ايضا ما بعد الحرب؟ منشان هيك ورشه عمل او ندوه لاعاده الاعمار بمجتمعات ما بعد الحرب رح بتكون بكره السبت ب 24 شهر بمنطقه اهدن. بنحكي عنها اكثر مع منظمه هالندوه السيده بولات فرشخ. اهلا وسهلا فيكي. حضرتك رئيسه جمعيه بيير فرشخ، رح نحكي اكثر عن الجمعيه ايضا واهدافها. مرافقك دكتور سامر انوس، اهلا وسهلا فيك. اختصاصي بسوسيولوجيا التربية. بولات، بدنا نحكي شوي عن الجمعية، ليه أسستيها؟ مين هو بيير فرشخ وشو أهداف هالجمعية بشكل عام؟ مرسي كتير رانيا، مرسي على استقبالكم الحلو دايما. رئيس جمعية بيير فرشخ هي بالحقيقة فكرة الدكتور محمد نديم الجسر اللي هو محامي الجمعية ومكتبنا مركزها عنده بالمكتب. بيير خيي كان مواطن لبناني عاش بفرنسا لمدة 4 سنين ورجع على لبنان بشغف كتير كبير لجذوره اللي هو كتير فخور فيها الأهدنية. بيير كان مهندس بيئة وكان يحب كتير المسرح وكان دارس فلسفة. إجا واشتغل كتير وناضل من عبر الثقافة لحتى يحيي شوي المجتمعات اللبنانية. يعني بيير انقتل ب83، يعني عم نحكي بأكتر سنين صعبة مرق فيها لبنان، كانت سنين الحرب السوداء فعلا السوداء. اجا واشتغل كثير ثقافيا. ب 16 حزيران 83 بينقتل مع عدد كبير من المواطنين المدنيين بلبنان بمجزره اسمها مجزره البحصاص. مع سنين وقت توفى بيي انطرح موضوع شو بدنا نعمل بمنتوجات بيير فرشخ. كنت عم بحكي مع خاله، انا بسميه دكتور محمد نديم الجسر، انه كيف بدها تنحل هاي القصه. قال لي اضبط شيء انه نخلي له لوحاته لإله، بنعمل جمعيه بتكون اسمها جمعية بيير فرشخ، وهي يعني بتكون مالكة كل أعماله، رسماته، منحوتاته، وكتاباته اللي هو تركها. وأهدافنا هي إنه ننشر أفكار بيير، لأنه كاتب كتير بيير وراسم كتير وناحت. وبيير كان كل اللي يعمله كان مفكر فيه ومنظمه. يعني شو كان الفكر تبعه؟ يعني شو كانت الرؤية تبعه أو شو كانت الأفكار تبعه؟ بيير كان أن أرتيست هيومانيست، يعني كان أهم شيء عنده الإنسان وتحسين وضع الإنسان بالعالم وين ما كان. بيعتبر هو أنه من أهمية من حقوق الإنسان الأولية أنه يكون عنده هوية، ويكون يكون عنده هوية حق له ينتمي للهوية اللي هو بنقيها. يعني مثلا البروجي دو ديبلوم تبعه عمله لأمنستي انترناسيونال، ومثل ما أنه شاغل كمان على مشروع الكتلة بإهدن وعلى مشروع ميدان إهدن عمله بروجي. كان هدفه أنه يوعي اللبناني على أهميته الثقافية وعلى حقوقه كمواطن. يعني وعم بتكملوا شوي يعني بهالجمعية بذات الفكر أو بذات الأهداف 100%. محاضرات الجمعية هيدي رابع ندوة بنعملها، عطول كلها مستوحات من حياة بيير ومن أفكار بيير اللي هو كتبها، واللي إذا الله راد نعمل فيها كتاب قريبا إن شاء الله. دكتور، إعادة الأعمار بمجتمعات ما بعد الحرب، منحكي سوسيولوجيا، منحكي تربية، ليه مهم الموضوع؟ وإذا بدنا نفسر هالموضوع أو إذا بدنا نفسر تأثير الحرب شو منقول بالمختصر؟ أول شيء نحن بعشية الذكرى الـ one century، يعني 100 لتأسيس لبنان الكبير. السنة الجاية بدنا نحتفل فيها، وبذات الوقت يعني نحن كمان بعشية انتهاء الحرب، ما هيك؟ يعني انه بال 1990 اعلنا انتهاء الحرب، وكمان بال 75 كمان نحتفل انه السنة الجاي انه كمان انهينا بلشت الحرب بال 75. لبنان يعني بنتذكر، ما هيك؟ ذكرى أليمة. يعني 30 سنة، 45 سنة، و100 سنة وبعدنا بس ما عم نتعلم، يعني للأسف. يعني 100 سنة بعدنا دولة للأسف فينا نقول دولة فاشلة، يعني على كل الأصعدة، وما قدرنا نبني الدولة العصرية المدنية. الندوة جاية تقول بعد 30 سنة من الحرب اللبنانية، هل نحن نجحنا بإعادة الأعمار؟ إعادة الأعمار مش بس الحجران اللي عمرناها أو المدن اللي رجعنا عمرناها. هل الناس رجعوا تصالحوا؟ هل في عنا، هل بنينا دولة تقدر تحمي مواطنينا؟ شو دور التربية؟ ليش فشلنا حتى كمان بالتربية؟ أنا بعتقد على القليل أنا بكرة بدي أحكي إنه نحن، بدي أقول ليش فشلنا نحن بهالبناء، وليش وضعنا هالقد مأزوم. بعده مباشر أنا برأيي الحرب بعدها موجودة. يعني أول شيء مجتمعنا عايش
حروب صغيره ما هيك يعني، وحروب مستمره. فينا نقول حروب فردية كمان، في حروب مع حاله يعني إعادة البناء هي للإنسان بالبداية. هل أعدنا بناء الإنسان بلبنان من بعد ما تحطم بحروب هالقدامية؟ يعني نحن أكيد ما بنينا، لا عدنا إعمار الإنسان، ولأنه في عندنا برأيي الشخصي طبقة سياسية عم تحافظ على مصالحها. هن ذاتهم اللي كانوا ميليشيات الحرب رجعوا استلموا البلد ولبسوا بالفرق، بس انه في جرافات هلا وغيروا وعملوا انا بسميه اعاده تدوير لنفسهم، ولو عم بستعمل هلا كلمه الزباله اللي هي في اعاده تدوير لبعض اكيد للطبقه يعني اذا بدي استعمل كلمه سوسيولوجيه هي اعاده انتاج اضبط يمكن من اعاده تدوير، اعاده انتاج النمط ولهالقيم الموجوده، هي قيم الحرب حقيقه اللي بنشوفها حولنا يعني بطريقه السير، كيف من سوق السيارات بالتعامل مع بعضنا، السياسيين كيف بيحكوا مع بعضهم، وحتى للاسف بعض المناطق اللي كيف هلا بيتعاملوا بشيء ما بنسميه نحن كمان بالسوسيولوجيا ما قبل حداثي، يعني هو ما قبل ما يكون في شيء اسمه حداثي، يعني من القرون اذا بدك أكيد من القرن التاسع قبل القرن التاسع عشر أو حتى قبل القرن الثامن عشر، وما عم نتعلم للأسف. مشان هيك نحن يمكن مش بس ما عم نتعلم، عم بعده التجيش صح. ماشي مشان هيك لازم نرجع يمكن نقول ونذكر أنه لازم إذا بدنا نعيد الأعمار يمكن لازم نخلق، إذا 100 سنة بدنا نحتفل فيها لازم يخلق يطلع مخلوق جديد، مش نرجع نعيد الإنتاج نفس الأنماط. نحكي عن التكرار كمان قد ايه هو شيء سيء يعني. بس خليني هيك شوي اخذ فكره بشكل عام عن مواضيع، لانه بهالموضوع الكبير بولت في كذا موضوع متفرع وكذا اختصاصي رح بيكونوا موجودين. مين رح بيكون؟ نحن بكره بيشرفنا كثير حضور معنا دكتور سامر النوس، طبعا سامر صديق من 30 سنه، ودكتور محمد نديم الجسر اللي هو طلع بفكرة الجمعية، لأنه هو فعلا إنسان قانون. دكتور محمد بيأمن بالقانون وبدولة القانون، جاي يحكي عن أهمية القانون أو كيف فيك تلجأ إلى القانون بمجتمعات ما بعد الحرب. جاي معنا كمان بيشرفنا كتير دكتور طارق متري لا يحكي عن أهمية الحوار بمجتمعات ما بعد الحرب. دكتور متري هو ريفرانس عالمية بالحقيقة بالحوار، يعني وكان من أول ناس حكيوا بالحوار بين الأديان بلبنان وبالعالم كله. دكتور متري شاغل على الحوار مع نيلسون مانديلا إذا ماني مغلطة، جاي يحكي عن أهمية الحوار بمجتمعات ما بعد الحرب. وجاي مدام زينة سامي الحلو تحكي عن كيف انشغل وشو نعمل بالذاكرة، شو ممكن ينعمل بالذاكرة وعن الذاكرة بمجتمعات ما بعد الحرب بالتحديد بلبنان. والذاكرة اللبنانية طبعا مؤلمة جدا جدا جدا. نعم دكتور، تأثير هالحرب يلي يعني حسب تحليلات العلم حتى بعدها مستمرة لليوم، شو تأثيرها على جيل أولادنا؟ مش بس على جيلنا، نحن شهدنا على هالموضوع. طبعا السكال يلي بقيت فينا أو الجروحات يلي بقيت فينا هي أكثر من ما نحن بنفكر، بس اليوم على أولادنا ممكن تستمر بعد النتائج؟ أكيد بدها تستمر، لأنه مثل ما قلت نحن ما كنا يعني بسلام مع بعضنا لما خلصنا الحرب، وما قلنا لهم شو صار بالحرب، يعني هذا للأسف يعني في جيل خلق بعد الحرب. صحيح. جيل اللي ما بيسموه بعد الحرب، نحن مثلا انا وبولات يمكن جيل الحرب اللي خلقنا بالحرب، يعني هلا قلنا قديش اعمارنا بس اللي خلقوا بعد الحرب ما بيعرفوا او بيعرفوا من اهلهم، يعني كمان اعاده الانتاج عبر اهلهم اللي كمان ما تصالحوا لا مع بعضهم، يعني لما نقول نحن طرابلس وزغرتا صحيح صار كان في حروب كانت صغيره بين طرابلس وزغرتا، بس بذات الوقت كمان ما حدا دون العلاقات اللي كانت موجوده اللي هي ممتازه، يعني في بعض العلاقات الجدا ايجابيه هون لازم يتدرسوا، مثلا بالتاريخ لازم يتدرس، ونحن تاريخنا مثلا ما كتبنا كتاب تاريخ موحد مع انه باتفاق الطائف لا لا لانه بنخاف من بعضنا وبنخاف نكون علميين بكتابه التاريخ، منخاف نقول مين عمل هيك ومين ما عمل هيك، منخون بعضنا. التربية المدنية ذات شيء، مندرس شيء بالتربية ما هيك، ومنشوف بالواقع، يعني هذا الجيل الجديد اللي عم نحكي عنه
عم يشوف سكيزوفرينيا حقيقية عم تصير بين اللي عم يتعلمه بالمدرسة وبين الواقع وعلاقات الإنسان. مثلا لما بيقولوا عن المواطنة والمواطن بيروح بيشوف أنه لازم يدفع رشوة ليمرق أوراقه، بده يشوف أنه ما في نظام بالبلد. يعني عم نشوف هون نحن الطائفية طبعا والعصبيات المناطقية إلى آخره. هيدا جيل حقيقة لا قدرنا نساعده يتعلم عبر مدارسنا كمان، اللي للأسف يمكن بكره بنحكي بالتفصيل فيها، انه مدارس نحن صحيح بنسميها، كان يقول الراحل مهدي عامل انه نحن عندنا مدارس رسميه ولكن هن مش ضروري مدارس وطنيه. نحن عندنا مدارس رسميه بس ما بتساعد بالانصهار بانه نخلي هالقيم اللي الانتماء الانسان لمجتمعه ولوطنه، هاي القيم تكون عم 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 تمرق بالمدرسه. ومرقنا لهم معناتها كمان جو الحرب، صح، لانه العلم يعني بتربيتهم بثقافتهم، لانه المدارس اللي حلت محل المدرسه الرسميه هي يا اما مدارس طائفيه يا اما بيرجع لياخذ القيم بس من الكنيسه والجامع والعيله والضيعه، وفشلنا ببناء مثل ما قلت هيدا المواطن اللي بينتمي له. رح يكون في اقتراحات لحلول بخلال هالندوة أو بس رح نعرض مشكل بولات ولمين موجهة؟ الندوة موجهة عن جد فعلا دعوة عامة. هلأ معنا أخصائية كتير كتير كبار، يعني نحن عم نحكي بإكسبير انترناسيونو، يعني ضيوفنا بكرة عنا هالشرف الكبير. بفتكر كل إنسان بياخد منا اللي هو عايزه، وبعدين نحن كل محاضر قبل يحكي بس ربع ساعة لحتى نترك مجال للأسئلة. هديك السنة عملنا محاضرة كانت كتير مهمة عن هل من الممكن مقاومة العنف بالثقافة. كان مفروض تكون المحاضرة ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص، بقينا ثلاث ساعات وربع. أنا هلأ بحب أبقى كمان ثلاث ساعات وربع. هلأ وسهلا فيك، يا ريت بتشرفينا. شكرا، ميرسي كتير رانيا. بقى حسب كيف بيكون التفاعل مع الجمهور وحسب الجمهور شو بيسأل أسئلة. معناتها ممكن يكون في حلول دكتور، يعني ما بنفقد الأمل دايما، يعني في أشياء ممكن نحن نغيرها، أو بدها فكر عام، بدها جو عام، بدها عمل يعني وطني. مثل ما دايما بنقول نحن هيك محكومين بالأمل، ما عندنا غير الأمل يعني لحتى نقدر نستمر. بس بذات الوقت مع الأمل لازم يكون في عمل، يعني عمل. وبعتقد كل الناس يعني لازم، يعني كل الناس بمعنى كل المؤسسات التربوية، الجمعيات، الناس اللي لازم تكون تاخد دورة بالمجتمع تشتغل هذا عمل الموضوع وطني. والإعلام طبعا هو يعني بيلعب دور أساسي. نحن عم نشتغل والباقي على الباقيين. يعطيكم ألف عافية. بذكر أنه المحاضرة بكرة سبت 24 شهر بإهدن، طبعا بيقدروا يتواصلوا معكم عبر السوشيال ميديا. بولات فرشخ رئيس جمعية بيار فرشخ ودكتور سامر أنوس، أهلا وسهلا فيكم. رح ناخد بريك صغير ومنرجع.